غايبي يا ضنا يا انت، يا كل امالي ومنى يا انت، يا احلى غنوة في دنيا حلوة، ردت وقالت معايا انت، ست الحبايب يا ضنا يا انت. انا اسمي آلاء، عمري 16 سنة، وتصاوبت بسوريا. كنت عايشة حياتي مثل اي بنت، بس سبحان الله الله قدر هيك وينزل صاروخ علينا. وبعدين انا تصاوبت وفقدت اخواتي، من وقت لهلا انا عم بتعذب بحياتي. وبعدين رحت على ادلب وعملت عملية الحوض، بعد ما عملوا لي اياه بعتوني على تركيا مشان عملية البولية، وجيت هون على تركيا ومن صلي 3 سنين وما حدا عالجني، بقولوا ما حتصير وما يعملوا لك شي وانتي حتضلي هيك. بعدين عملتها وهلا عندي مشكلة عظمية، وقت بروح الدكاترة بقولوا انتي ما حتمشي، يا بقولوا لي مالك عمليات هون، وبدي حدا يساعدني، انا بدي اقوم امشي واعيش مثل اي بنت مثل بعمري، وأقوم أدرس وأحقق أحلامي، وهي أمنيتي. أنا بدي حدا يساعدني وألاقي علاج وأقوم أمشي عجرة. نحن كنا أولي بحلب ساكنين بالصاخور، ويعني من فترة تقريبا 2011، إيه فترة أيام الأحداث يعني. هنيك بحلب استشهد لي 3 شباب، أنا عندي 5 صبيان وثلاث بنات، بالقصف والبراميل استشهدوا لي 3 شباب، وضليت بركي ضليت. المهم اخر شيء يعني تحاصرنا، يعني حلب تحاصرت. المهم طلعنا الحصار يعني ايام الباصات الخضر والهذا، طالعونا طلعنا، طلعت على ادلب المدينه، سكنت بادلب المدينه. والله نايمين كنا بالليل والطيران طاير فوقنا، يعني عم بقصف، والبنات خافوا كثير. حتى آلاء قلت لهم اقروا وادعوا لله عز وجل ان شاء الله، الكاتب والله بده يصير. قصف عم بقول لك ليل نهار. المهم حطينا راسنا من الساعه 2 بالليل ما حسنا للطيارة، صوت يعني قوي كتير كتير قوي. انا لاني كنت فايقه من اجى الطياره ما بحسن، انا عم بقرا وبدعي واستخير الله عز وجل انه يحمينا ويحمي بناتي. المهم نايمين الساعه 2 ما حسيت ولا شيء، لمع علي ضربتنا الطياره صاروخين، حوشنا طابقين، ما ضل منا شي خالص، الحيطان ما ضل كله، الحجر فوق مكوم. وأصيح قلت كني بدي أموت، أنا صرت أشاهد، عب الشاهد قلت لحالي ما متت العادي، معناتي أنا ما رح أموت. أصيح أطلع بناتي ما مبينات، مردومين خالص، دنيا ما في غير النجوم فوقي، هذا ما في حدا حوالي. وأصيح والله. المهم إجوا هالعالم طالعونا هون، آلاء مصوبة صوابة كتير قليل، آلاء ما طالع منا غير إيدها، تصح لي ماما شيلي الحجر من فوقي. قلت لها بنتي أنا فوقي حجر، ما عم بحسن أشيل عن حالي لأشيل عنك، جوزي مو مبين خالص بالركام، البنات مطمورين، بنتين صوبت عندي آلاء وجوزي وأنا صوبت، وبنتين صبايا، بنت عمرها كان عمرها 13 سنة الله يرحمها، وبنت عمرها 22 سنة، ولاد بنتي 2، واحد عمره 3 سنين وبنت سنة. هدول اللي صابوا قتلوا، هدول يعني استشهدوا الله يتقبلهم. منهم طالعوا آلاء وطالعوا جوزي وطالعوني، ما عرفت وين بناتي صاروا، شالوهم. بس أنا يعني طلعت على بوصيل عم بقول لهم دخيلكم بناتي، في بنت هون وبنت هون، ولاد بنتي 2 هون، طالعوا لي إياهم شوفوا إيش أمرهم إيش وضعهم. نحن أخذونا إسعاف رأسا، يعني إنه نحن فينا نفس مثلا شوي عم. بعدين بنتي حلوها آلاء طلع معها آلاء مكسور الحوض، حوض كان ما في مكسر، والشظايا فتحت لها من هون هيك، العظام مبينة أقسم بالله العظام مبينة، ومنفختها كمان مع ورا هيك، مساني ما في، مفاصل ما في، شالوا والله. المهم بإدلب
سوى لها دكتور عمليه بس الحوض، قال انا بسوي لكم الحوض وبتطلعوه على تركيا. نساني ما في بإدلب، قلنا له خير، سوينا الحوض وطلعتها بسياخه لهنا، اقسم بالله سياخ هيك هيك البيت ما احسن احركه ودم وايح وما بعرف اخذها على المشافي، وما ما حدا يغير له، ما حدا يستلمه. انا صرت لها دكتوره وصرت لها ام وصرت لها اغير لها، انا صرت اعلم ضمات، صرت كل شيء اسوي لبنتي العظميه. كمان شفنا كمان البروفيسور بالجامعه كمان نفس الشيء، قال بنتك تضل هيك، هي بتضل طول عمرها هيك. قلت له شلون يعني؟ قلت له انتوا دكاتره القلب عم تشيلوه وبتركبوه، عجزتوا عن المفاصل لبنتي تمشي؟ بنتي عم تحرق قلبي قدامي صبيه عم بطلع عليها، والله العظيم يعني ايش بدي اقول لك، بتمناها تطلع، بتمناها تدخل تروح على مدرسه، تشتهي كل شغله، بركب هالتخت. انا ما عم بطلع، انا محبوسه معك كرمالي، بدي بس علاج لبنتي، بس بناشد ما بعرف ايش بدي احكي ايش بدي اقول. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بنتي حرقت قلبي هديك ام الولدين، هسه عمرها 22 سنه والاخرى عمرها 16 سنه، كانت رفيقه لالا لا. يوم اللي ماتت اختها تقول لي بدي اختي، بدي اختي صيح، بدي خواتي، انا بضل لي خوات. تقول لي يابا بشوف اختي بالمنام، بالمنام عم تجي لعندي بتنط حوالي، وصالي بدي خواتي، منين بدي اجيب لها خواتي؟ ولا الله، بس بدي بس علاج لبنتي، بس اشوفها عم تمشي على رجليها خيتها، لو على الكرسي، لو على الكازات رضياني، بس تقوم، بس تقوم، انه حل تقوم من التشطيحه هاي. احلامي يوم امشي واطلع اهلي بس، ما بديش يعني عم بتعذب كثير وقت عم بشوف امي عم تطلع علي بدل ما انا اطلع عليها، بعذبني اكثر من مرضي. كل ما بحاول بنسى انه انا خلاص مرضاني، بكره بقوم بس ما بحسي انا لازم اطلع اهلي، اهلي ما لازم يطلعوا علي. قلبي وجعني كتير وقت بشوف بنات بعمري بساعدوا امهاتهم، بس انا ما بقدر اعمل شيء. امنيتي اقوم بس هاي، بدي اياه وحدا يساعدني وأعمل عملياتي، ما بدي شيء أكتر من هيك. أي أمنيتي، وأساوي أهلي فخورين فيني، بس هاي أمنيتي، ما بدي أكتر من هيك. الحمد لله على كل حال، وأنا طالبي بس إنه بنتي هيك تقوم تمشي عجري، هذا طلبي بس من الله عز وجل. انا آلاء نور عيوني آلاء، هاي اللي ضلت لي بدين، هاي البنت اللي ضلت لي. والبنات حنين، البنات كتير حنين، كانوا كل ما هذا يوم اشبك يوم بركي انتي لا تقومي، كانوا يرقدوا علي هيك يلفوني هيك، لا تحركي انتي، نحن منجيب لك.